مرحبا، كيفكن اليوم؟ بدي اعمل انا وياكم طريقة حلو جوز الهند، حلو كتير، سهلة وبسيطة وبدون بيض وبدون فرن، وبتتحضر باقل من 10 دقايق. حلو كتير كتير، سهلة وروعة، بسيطة كتير بالتحضير وبمكونات متوفرة بكل بيت. حلو كتير، رائعة. بهيدا الشكل لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله، بنحط حليب، حطينا كوبين حليب، يلي ما متوفر عندها الحليب السائل بتحط كوب مي وملعتين طعام حليب باودر، ملعتين طعام سكر، ملعتين طعام نشا، ملعتين طعام جوز الهند، حركن تحريك مستمر على الغاز ليشتد عنا الخليط. بس اشتد عنا الخليط وصار بهيدا القوام، هلا بطفي الغاز، حط الخليط بأرض الصينية، حط كمان دايجستيف بسكت، حطهم على جنب. بنحط الحليب، عم نعمل الطبقة الثانية، حطينا كوبين حليب، ملعتين طعام نشا، سكر، ملعتين طعام جوز الهند، ملعتين طعام كاكاو، حركن تحريك مستمر على الغاز ليشتد عنا الخليط. بس اشتد عنا الخليط بهيدا الشكل، هلا منطفي الغاز، منحط الخليط على البسكوت، بحطن على جنب ليبردوا بحرارة الغرفة، وبرجع بحطن بالبرادة أقل شي ساعة. هيدي الحلو اللي عملتها أنا وياكم، حطيتها بالبراد ساعة، منزينها بجوز الهند كمان. بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.